طبعاً المؤتمر الدولي السادس لطب الأورام هو مؤتمر ينعمل كل سنة بمشاركة نخبة من المتحدثين من هنا من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها بهدف زيادة التوعية وعمل الأبحاث والمناقشة آخر التطورات في علم الأورام. من أهم المحاور اللي بنتكلم عنها اللي هو الكشف المبكر للسرطان وكذلك آخر التطورات في العلاجات سواء الجراحية أو الإشعاعية أو العلاجات الموجهة والمناعية والكيماوية. ومن ضمن الأشياء اللي بنناقشها هو دور الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر والتشخيص. إحنا أطباء زمالة في التخصص الدقيق. المؤتمر هذا والمؤتمرات الأخرى تهمنا لأن فيها آخر تحديثات في طب الأورام سواء كانت في التشخيص أو في الفحص المبكر أو آخر العلاجات سواء كان العلاج الإشعاعي أو العلاج الحيوي أو الكيميائي.